ترنيمة وعود للرب المعبود، برفع صلاة وتسبيح حمد وسجود. ترنيمة وعود لإله الجود، بطلب ملك المسيح على حياتي سود. من فيض القلب عرفان وحب، ترنيمة جديدة برنم للرب، وغني لسيدي لحني وأناشيدي، ورنم لإلهي ما دمت موجود. ترنيمي وعود، ترنيمي وعود، ترنيمي وعود، ترنيمي وعود. سلام المسيح، برحب فيكم بحلقة جديدة من برنامج ترنيمي وعود. وحلقتنا لليوم حتكون مختلفة عن الحلقات السابقة، لأنه رح نرنم فيها مع بعض ترنيمة جديدة زي ما تعودنا، لكن رح أجاوب على سؤال سألته، وهو لمحة عامة عن المقامات وكيف بعرف المقام وكيف بعرف أي ترنيمة بتيجي على أي مقام. رح أحاول أجاوب على هالسؤال. تعالوا في البداية نبتدي بالتسبيح، ناخد جزء من مزمور الثامن المعروف عند الكثير اللي بيقول: أيها الرب سيدنا، ما أمجد اسمك في كل الأرض حيث جعلت جلالك فوق السماوات، ومن أفواه الأطفال والرضع أسست حمدا. مبارك اسمك القدوس يا سيد، اللي أنت ممجد ومسبح في ذاتك، لكن بتعطينا امتياز وبتعطينا امتيازات، مش بس امتياز. أحد أعظم هذه الامتيازات أنه نقترب إلى عرشك بالتسبيح والعبادة والسجود أمامك يا سيد، ممتنين وشاكرين على كل ما بتملى في حياتنا من بركات. ما أمجد اسمك في كل الأرض، ما أمجد اسمك في كل الأرض يا سيد. اسمك في كل الأرض، أيها الرب سيدنا، ما أمجد اسمك في كل الأرض حيث جعلت جلالك فوق السماوات، 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 ومن أفواه الأطفال والرضع أسست حمدا. من أفواه الأطفال والرضع أسست حمدا، أيها الرب سيدنا، أيها الرب سيدنا، ما أمجد اسمك في كل الأرض، أيها الرب سيدنا، ما أمجد اسمك في كل الأرض حيث جعلت جلالك فوق السماوات، 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 ومن أفواه الأطفال والرضع أسست حمدا. من أفواه الأطفال والرضع أسست حمدا.
نبارك اسمك، نعظمك، نمجدك أيها القدوس، يا من أفواه الأطفال والرضع تؤسس حمدا لك المجد، لك المجد. موضوع المقامات هو موضوع صعب لكن بسيط بنفس الوقت، صعب التعمق فيه ومعرفته 100%، لكن ممكن ببساطة أنه نقدر نتعود على سماع المقام، وأي ترنيمة بتناسب اللي عم نسمعه. لو الترنيمة ناسبت السكيل أو المقام اللي يعزف، معناته الترنيمة على هالمقام. بتاخد وقت بس بالتدريب تبقى سهل الموضوع. المقام اللي كنت برنم عليه أيها الرب وسيدنا هو مقام النهواند أو الماينر، واخترت طبقة السي أو الدو. ترنيم كتير على مقام النهواند. لو تعودت على ترنيمة أو تعودتي على ترنيمة أنت بتحبها وأنت بتحبيها، وقلت الترنيمة هاي من النهواند مثلا، يمكن كل ما تسمع شيء مشابه تعرف أنه هذا مقام النهواند. بتبسيط طبعا، هو مقام النهواند لأبعاد معينة موسيقية، لكن التبسيط هو مقام الماينر في الغربي، النهواند في التسميات العربية في المقام. Thank you.
من نهاوند. ترنيمة وعود مقام العجم أو الميجر في التصنيف الغربي. أنا عم باخد عجم الدو أو سي ميجر. هذا كان مقام العجم، وأي شيء بشابه هالمقام في الترنيمة رح يكون الترنيمة مكتوبة على مقام العجم. رح نكمل في حلقات تانية في المقامات لأنه موضوع طويل وكتير أسئلة أجت عليه. بصلي أنه الأشياء اللي بتتقدم تكون بتفيدكم وعم تتحاولوا تستعملوها وتكون عملية في الاستعمال. بترككم برعاية الرب لحد ما أشوفكم المرة الجاي. رب يكون معكم ويبارك حياتكم. ترنيمة وعود.